رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة هزيلة، لأن الأول له دولة تحمله وتحميه، والثاني لا سند له. وهذا هو الفارق بين فهم الجماعات المنحرف وفقه الدول، فالدول لا يبنيها إلا عظماء النفوس والهمم. ولا جدال أن من واجبات المسلم أن يكون وفيا لوطنه، مخلصا له، مدافعا عنه بكل ما يملك من قوة